عمرو الفترة اللي فاتت كسبت 4 بطولات، ما شبعتوش؟ لا طبعا، لا لسه طبعا مش بقناش خالص. احنا زي ما كابتن مودي قال ان احنا الدوري ده كان اهم حاجة عندنا من الاول خالص. احنا كنا الفريق كله عايزين نشارك في البال وعايزين نلعب بطولة افريقيا، وعندنا حلم من اول انا من ساعة ما جيت الاهلي ان احنا عايزين نرجع تاني نكسب بطولة افريقيا زي ما هم كسبوا بطولة افريقيا سنة 2015 2016 اللي كانت في صالة النادي الاهلي. الفريق كله هو بيتجمع ومتشكل، يعني التشكيلة الجديدة دي كانت حلمها الفوز ببطولة افريقيا، بس احنا عارفين ان احنا مش هنكسب افريقيا غير لما ناخد الدوري يعني. فالدوري كان اهم حاجة، ولسه من النهارده يعني بنفكر كلنا ان شاء الله نكسب السنه الجايه افريقيا ونكمل يعني. لا لسه الجيل ده هدفه ان هو يعمل حقبه كده تاريخيه تهيمن على كره السله المصريه. هل ده ممكن في ظل المسانده او الدعم يعني؟ طبعا الانديه كلها بتدعم، وفي الباسكت غير مثلا مش الاهلي والزمالك بس، في 5 6 انديه واغلب كل الفرق معاهم محترفين وكده، بس احنا الجيل ده مع الجهاز الفني الموجود والدعم من مجلس الاداره والجماهير احنا مش ناقصنا حاجه ان احنا نقدر نفضل مكملين في اللي احنا ماشيين فيه يعني. النهارده كنت متخيل ان انت هتكسب هذه المباراه النهارده تحديدا؟ انا صراحه من اول كلهم قالوا على فكره، كلهم خمسه ما كانش عندنا شك ان احنا من اول الموسم احنا تعبنا جدا واخلصنا، واحنا كمان فريق اللي بيكسب الدوري في النظام حضرتك قلته ده هو بيفرز البطل الحقيقي. زمان لما كان مجمعتين كان ممكن تخطف وتجري، دلوقتي انت في السيمي فاينل بتكسب فرقه 3 مرات والفاينل بتكسب المنافس اللي هو وصل فاينل 3 ماتشات، فانت كده تبقى انت احسن منه. فاحنا كنا حاطين الدوري هو الهدف.